طيب، كان في مباراة كمان على المستوى الفني، مباراة رائعة، ليفربول وتشيلسي، قمة اصطدام طبعا ليفربول بتشيلسي، وتشيلسي زي ما انت بتقول في اعتقادي الشخصي افضل فريق على مستوى العالم دلوقتي من خلال مدير فني كبير زي توماس توخيل. شفت المباراة دي ازاي والتعادل 1-1 ما بين ليفربول وتشيلسي؟ متعة البريمير ليج صراحة، متعة البريمير ليج بكل أمانة يعني. هوليود بقى، عارف هوليود في السينما بتبدأ ازاي؟ ده برضو كانت المباراة دي كده، وكويس انها جت بدري الناس استمتعت بيها أكتر، ما كانش فيها لسه حساسيات ونقطة، لكن دول مش محتاجين يعني، أول الدوري زي آخر الدوري مش هتفرق معاهم. المباراة بصراحة أثبتت بما لا يدعي على الشك إن تشيلسي هو الأقوى في الدوري الإنجليزي، رغم إنه يعني هو متقدم على ليفربول في قلب الأنفيلد، بيتعادل أقدر بتجزأ صحة، ممكن يكون فيه شوية شك في الطرد، لكن في النهاية رغم إنه منقص تشيلسي منقص واحد وبيلعب شوط كامل وهو ناقص واحد، لأن بيحافظ على النتيجة، بل بالعكس كان ممكن يقدر يخطف هدف في أي وقت. وبصراحة شابوه للحارس مندي اللي هو كان أكثر من رائع، هو اللي حرم ليفربول ان هو يفوز في المباراه دي، ولا ما يومنا طبعا فيها وصول نجمنا محمد صلاح للهدف رقم 99 في البريمير ليج، واصبح قاب قوسين او ادنى يمكن 5 اهداف بتفصله عن اكثر لاعب افريقي سجل في الدوري الانجليزي اللي هو ديدي دروجبا الايفواري ب 104 اهداف، ان شاء الله يتخطاها باذن الله ان شاء الله ويروح لابعد من كده ان شاء الله. على مستوى ارقام المباراه زي ما بنشوف، يمكن كان في بص بعد المباراة أكيد توخيل مدرب عظيم، توخيل بيقدم لقاءات رائعة معاه من نصف الدوري، من نصف الموسم من نصف اللي فات على فكرة، السنة اللي فاتت من يناير بكل أمانة، قبل كده كان معه اللي هو لامبارد، بصراحة كانت الفرقة متذبذبة تماما، توخيل لكن هو خدهم حتى أثبت، لو حضرتك تتذكر لما كسب المان سيتي اللي هو بطل الدوري الإنجليزي، كسبه في الكاس وكسبه في الدور الثاني في الدوري، وكمان كسبه في البطولة الأهم في نهائي التشامبيونز ليج، لا فريق كمان قوى نفسه السنة دي لما جاب طبعا الدبابة البشرية لوكاكو، لا حاجة بصراحة. بص أنا وأنت طبعا ننسى الأرقام بتاعة أرسنال ومان سيتي نرجع للطبيعة خلينا نتكلم في أرقام طبعا ليفربول مع تشيلسي، أهداف 1-1، الفرص 12 فرصة لليفربول ومقابل 5 لتشيلسي، الأهداف المتوقعة 4.6 ليفربول، ده طبعا كل دوت نتيجة التوقع الأهداف، نتيجة طرد طبعا أفضل لاعبي طبعا كانتي أثرت من حيث الشكل وليس المضمون يعني. بنتكلم عن نسبة استحواذ 65 ليفربول 35 لتشيلسي، التمريرات 733 منها 632 صحيحة لليفربول مقابل 386 منها 302 صحيحة لتشيلسي، التصويبات على المرمى 19 لليفربول منهم 9 ما بين القائم والعارضة مقابل 6 تصويبات منها 3 ما بين القائم والعارضة لتشيلسي، عرضيات 29 عرضية لليفربول مقابل 7 لتشيلسي، الركنيات 12 ركنية مقابل 3. محسن الارقام ديت لو ما حدش عارف النتيجه يقول لك النتيجه لصالح اكيد لصالح ليفربول، وما حدش عارف ان في طرد، لان الطرد هو اللي خلى الاحصائيات تظهر بالشكل ده، لان اكيد توماس توخيل لما بتلعب منقوص قدام فريق ليفربول على ارضه قدام جمهور متحمس في قلعه الانفيلد او جحيم الانفيلد زي ما بيحب الجمهور يقولوا، انت لازم تكون متوازن اكتر، وعشان كده هو لعب بشكل دفاعي اكتر يعني عشان يقدر يحافظ على الفرق ده، اصل اللعيب اللي طرد منه كمان اللعيب تقيل بالظبط، فعشان كده الحارس المرمى يعني قام بدورين بقى يعني، عايز اقول مندي بصراحه رائع، هو رجل المباراه في وجهه نظري بصراحه، عمل مباراه اكثر من رائعه، هو اللي حرم الريدز او ليفربول من الثلاث نقاط بكل امانه، افضل حارس في اوروبا، وطبعا الويفا اختارته كافضل حارس في اوروبا للتشامبيونز ليج السنه اللي فاتت. صحيح. على مستوى الاداره الفنيه تعالوا مع حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني ليفربول قال ايه بعد التعادل مع تشيلسي 1-1. لو كان هناك من يستمع إلى دعواتي لتغيير القواعد والقوانين لكانت الأمور اختلفت كليا، لكنهم يحسبون أن الحديث في هذا إضاعة للوقت. نعم بالتأكيد قرار البطاقة الحمراء جائر، هل أفسد اللعبة؟ نعم قد يكون أفسدها، لقد غير كل شيء. أحببت لعبنا في الشوط الأول، لعبنا جيدا وخلقنا مشكلات لتشيلسي، خلقنا مشكلات لهم في الشوط الثاني أيضا، لكن تشيلسي لعب بقوة كبيرة مركزة وأحسن اللعب واستحق النقطة بجدارة. كنت أود لو أن اللعبة لعبت بأحد عشر لاعب مقابل أحد عشر حتى نعرف من الأفضل. لو شاهد أحدهم ممن يتابعون كرة القدم أحيانا المباراة لقال اللعب بأحد عشر لاعبا أمام عشرة لابد أنه سهل،
شاهدت 5 مليون مباراة وأعرف أن اللعب بلاعب زائد فارق كبير، ولا سيما أمام خصم مثل تشيلسي بمهاراته الدفاعية وقدراته التي يلعب فيها في الدفاع وحول منطقة الجزاء. محسن، تعليقك في نقطتين. النقطة الأولى، يورجن كلوب بيقول هو كان يتمنى أن المباراة تمشي 11 ضد 11، أعرف رأيك فيه. والنقطة الثانية اللي بنتكلم فيها على ان دايما بيقول لك اللي بيلعب ناقص واحد، ممكن تكون الفرص فريق الكامل افضل، ولكن هو بيقول على مستوى فريق امام تشيلسي ما حسيناش بفرق. اعتقد اغلب الظن ان هو يقصد انه كان تشيلسي يلعب بلعبه العادي اللي هو المفتوح، وده كان يتيح له هو فرصه انه يقدر بالهجوم بقى بتاعه اللي هو صلاح وماني واللعيبه المهاريه انها تقدر تخلق فرص، بعكس لما يكون ناقص واحد فبالتالي هيتراجعوا لورا يحافظوا على النتيجه اللي هي كانت اوريدي 1-1 متوازنه، يعني مش خسران على الاقل، فبالتالي ده عمل تكتل دفاعي اثر على اللعيبه. يمكن في جزء كبير من الصحه، يعني ممكن تقول ان هو مثلا لو كانوا كاملين كان تشيلسي هيكسب، لكن في جزء هو طبعا مدرب اكيد ادرى مني بحاجه زي كده، لكن هو اغلب الظن يقصد ان هو كان هيبقى اللعب ما كانش هيبقى مقفول، كان هيبقى مفتوح، ده ممكن يسجل ده ممكن يسجل، والله اعلم كان مين يكسب. اغلب الظن هو يقصد الحته دي. طيب، ده كان راي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول. تعالوا مع حضراتكم نشوف توخيل المدير الفني لتشيلسي قال ايه بعد المباراه. أحب هذه البطاقات الحمراء المبكرة، ولا سيما إن كانت على أرض ليفربول، إنها تفسد حلاوة اللعبة، ولا أحد يريد أن يرى لاعبنا بلاعب أقل ل45 دقيقة، والكل يريد مشاهدة مباراة قوية. حتى حين أكون أمام الشاشة لا أحب مشاهدة هذا يحدث، وليس عندي حل لما حدث ولا فكرة عندي، لكن البطاقة الحمراء أفسدت اللعبة وأتفهم القرار، ولا أقول إنه خاطئ، لكن لم تعجبني الطريقة التي تفقد الحكم الحادث فيها، لقد تفقد الصورة فقط، والصورة تظهر اللمس، وهكذا كان القرار صحيح. شاهدتها من على مقعد البدلاء، يقولون إن الحادث لا يستحق الطرد. كنت أتمنى لو تفقد الحكم أكثر ولو فكر أكثر ونظر أكثر في الحادثة كلها، ربما كان سيتخذ القرار ذاته. المسألة كلها جنونية، ولا أستبعد أنه كان سيتخذ القرار ذاته، وعلينا أن نتقبل وأتقبل أن القرارات مسؤولية الحكام حاليا. القرار كان ضدنا ولعبنا بكل قوتنا لأن المباراة كانت صعبة كثيرة. محسن، انت يعني تعليقك سريع قبل كمان عايزين نشوف. لا، غريب كلامه على محمد صلاح عمل ايه في المباراه، غريب كلامه على التحكيم، يعني كل كلامه تقريبا على لقطه التحكيم. كنت اتمنى ان هو يتكلم خلاص يشرح لنا الامور الفنيه، التحكيم ده بيحصل حتى لو كان في خطا من الحكم او لقطه ضربه الجزاء او الطرد تحديدا، الضربه ما فيهاش ضربه الجزاء ما فيهاش مشاكل، لكن الجدل هو اللي كان في طرد بالظبط، حتى لو فيها جدل حتى لو اخطا الحكم خلاص انت كان المفروض ما تتكلمش على حاجه ده، لكن استمتعنا بصراحه بمباراه رائعه. لا لا لا، يعني على المستوى التكتيكي 2 مدربين كبار جدا، افضل مباراه في الاسبوع في كل الدوريات صحيح، وكمان النجم محمد صلاح.